عباقرة الجامعات ومباراة في دور ال 32، والنتيجة بورسعيد 85 بني سويف 60. مباراة صعبة صح؟ ودلوقتي مع أصعب فقرة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء، ضربات الجزاء مجموعها 25 نقطة، جامعة واحدة بس هي اللي هتكسب ال 25 نقطة لوحدها. أول اتنين يتفضلوا معايا، محمد الموجي وسالم ممدوح. سالم ومحمد، روح رياضية من محمد، وهنشوف أول هدف لمين. ومحمد قرر إنه قدرات ذهنية كويس، تفتكر؟ نجهز. هنشوف، هنخلط الورق ونشوف السؤال الأول في موضوع إيه. معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي اللغة الرسمية لدولة أنغولا؟ سالم، اللغة الفرنسية. يا الهدف الأول، يا إما محمد هياخد فرصته ويجاوب. عندك إجابة تانية؟ أنا بسأل، عندك إجابة تانية؟ عنده إجابة تانية، يعني مش موافق. اللغة الفرنسية إجابة خاطئة. جات لك الفرصة، ربنا يستر. تفضل. اللغة البرتغالية. اللغة البرتغالية، محمد، اللغة البرتغالية الهدف الأول. برافو عليك يا محمد، تفضل يا سالم. هدف بلا مقابل، بورسعيد هدف، بني سويف ما عندهمش أهداف، بس أحمد ربيع نزل، وأحمد لعيب قوي. جاهز يا أحمد؟ إن شاء الله. عايز سيلفي إيه؟ يعني إيه رأيك؟ أي حاجة إلا أدب. أي حاجة إلا أدب. أي حاجة إلا رياضة. أي حاجة إلا رياضة. طيب هنشوف أدب ولا رياضة. علوم، والسؤال هو: ما هي المادة التي تعطي للشعر لونه المميز؟ الميلامين. الميلامين، الميلامين. 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 الميلا تمام. للأسف الشديد إجابة خاطئة. عندك إجابة؟ إيه؟ الميلانين. فرق في الكلمة. فرق. الحرف ده بيفرق. الميلانين. الهدف الثاني. للأسف الشديد يا أحمد، أنت استعجلت، صح ولا غلط؟ استعجلت، هارد لك. محمد خد فرصته ونطعها مظبوط، معلش. هدفين بلا مقابل. ازيك يا منة؟ الحمد لله. أخبار الكروشيه إيه؟ ليه زي الفل. زي الفل؟ آه. طب أنا عايز أشوف شغلك. حاضر. هتعمل لنا إيه؟ قولي لي. اللي يعجبك. اللي يعجبنا كمان؟ انت بتحبي تعملي ايه؟ اصل ده مزاج. هوايه ومزاج، قولي لي. هو يعني هوايه الكروشيه دي بدات معايا من بدايه الكليه، قلت يعني بعد ثالثه ثانوي لازم ابدا في حاجه جديده وكده، بس ف يعني مشيت فيها واتعلمت من فيديوهات على الانترنت، والحمد لله بقت كويسه، بس لسه يعني قدامي شويه، وبجيب المعدات وبعمل حاجات. يعني حاسه انك ممكن تعملي في معرض في يوم من الايام للكروشيه؟ بجد؟ فكره حلوه. ولو عملتي معرض قولي لي وحاجه اتفرج. حاضر. دلوقتي احنا عايزين هدف، لأن محمد خطف هدفين وخطف أحمد فهدف بحرف، حرف ما بين الميم والنون. جاهزة؟ جاهزة. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 80 في 80 على 80 زائد 80 يساوي كام؟ 160. الهدف الأول. الله أبا منك.
برافو يا منى، الهدف الاول ما خدتيش ولا ثانيه، هدفين مقابل هدف. ايمن وصل. ازيك يا ايمن؟ الحمد لله. جاهز؟ باذن الله. هنشوف، يا اما منى هتتعادل يا ايمن هيخطف الهدف الثالث. رياضه، والسؤال هو ما هي الدولة التي استضافت كأس العالم لعام 1998؟ فرنسا. فرنسا. عندك إجابة؟ ممكن أخمن. هتخمني، خليها عندك. فرنسا. الهدف الثالث. هارلك. في أسئلة الرياضة بتبقى صعبة، الولاد بيتفرجوا على الكورة ومتابعين كأس العالم وده طبيعي. هدف كان سكر. ثلاث أهداف مقابل هدف. ابتهال. ازيك يا ابتهال؟ الحمد لله. ابتهال طب بشري وعايزة تلف العالم. احكي لنا كده، هتمسك الدول من أولها لآخرها، هتقول لنا هتبتدي بإيه؟ هبتدي بإيه؟ هبتدي الأول بباريس. باريس، أول حاجة باريس. اشمعنى؟ عادي، برج إيفل يعني. برج إيفل. وبعد باريس؟ بعد باريس هروح إيطاليا. أنا عاوز أشوف العجائب الدنيا السبع الأول، وبعدين يعني أشوف بقى اللي اكتشفوه جديد في العالم مين. يعني تبتدي بعجائب الدنيا السبع وبعد كده تبدأ تحركي. ما دخلتيش ليه كلية أثار مثلا؟ أثار؟ لا، أنا حابة الطب. حابة الطب. هتتخصصي في إيه؟ هتخصص جراحة. جراحة كمان، ما شاء الله، مشرط وتقطعي وقلب وكده. مش بنتفاهم أنا. مفيش هزار، خلي بالك مش هتهزر. مشرط. يا الهدف الرابع لبورسعيد. انتوا كام يا ايمن؟ 85. هتبقوا كام؟ 110 ان شاء الله. شايفه؟ ابتهال مشكله، بيجروا بالماتش. يا اما ابتهال هتحرز الهدف التاني. هنشوف. جغرافيا، والسؤال هو في أي قارة يقع نهر الأمازون؟ أمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية. الهدف الرابع. 25 نقطة. برافو عليك يا أيمن. أمريكا الجنوبية هي الإجابة الصحيحة. كنت مركز لأن ابتهال كان عندها الإجابة، بس أنت كنت مركز، خدت 25 نقطة. وكده النتيجة 110 بورسعيد، بني سويف 60. لسه المباراة ما خلصتش. أنا شايف إن بورسعيد مركز أكتر. حسيت بشعور العجز والضيق. حسيت إن الاستوديو كله قفل عليا أنا وحدي. كسبت أو خسرت أوت أوف ماي هاندز، يعني أعمل إيه؟ حسيت بإن القدر كاتب حاجة معينة هي هتحصل. حاسة إن أنا ممكن أجيب الثري بوينتس الباقيين. كنت عارفة ان هي دي الاجابة الصح، بس كنت خايفة ان هي تطلع غلط، فمن التوتر خفت ان انا ادوس على البازر. انا دوست على البازر بسرعة وجاوبت برضو الاجابة بقوية. ما عندناش حد بيخسر، كلنا بنكسب. ومع ان النتيجة بعيدة، لكن المباراة لسه في الملعب، لان احنا عندنا اخر فقرة واللي بتغير نتيجة ماتشات كتيرة جدا، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. بصراحة عجلة الحظ دي صعبة جدا، وبصراحة في أوقات بتغير نتيجة ماتشات. مشكلتها إن ممكن جامعة تبقى متفوقة طول الماتش، وبعجلة الحظ في آخر لحظة يطير الماتش. هنشوف السؤال هيبقى بكام نقطة. قدامنا على الشاشة يا بخمس نقط يا بعشرة يا بخمستاشر يا بعشرين، 25 أو 30 نقطة أو الجوكر. الجوكر خلاص عرفنا إن الجوكر الجامعة هي اللي بتختار موضوع السؤال. السؤال الأولاني لجامعة بني سويف. مصطفى، تفضل يا مصطفى. مصطفى، وأول سؤال، لأن جامعة بني سويف هي اللي جاوبت على سؤال السرعة بإجابة صحيحة. لفة كاملة. دي مش لفة، ده أنا كنت عايز لفة واحدة بس. كام نقطة؟ خمس نقط. ها
هارد لك. احنا كنا عايزين نقط كتير مش 5 نقط. جاهزين؟ ان شاء الله. علوم، والسؤال هو ما هي افرازات الغده الكظريه الموجوده فوق الكليه؟ ما هي افرازات الغده الكظريه الموجوده فوق الكليه؟ فاضل 5 ثواني. منة الله اجابتك. هي غدة الكظرية بتتقسم لجزئين، كورتكس ومضلة، فدي بتطلع حاجات ودي بتطلع حاجات. اقول كله؟ اتفضلي. في ادرينالين ونور ادرينالين وجلوكوكورتيكويد. تمام. منى عايزه تطلع دكتوره والدستيرو. يعني مش قادر افاصل معاكي كتير لان انا اصلا ادبي ومش قادر اقول لك غير اجابه صحيحه. برافو عليك يا منة. بصراحة لما كمان بيبقى في حد عندنا عارف الإجابة وعارفها بتفاصيلها وبيشرح لنا، أكيد الناس بتستفيد من المعلومات دي. شكرا يا منة. وبكده النتيجة 65 بني سويف، بورسعيد 110، ودلوقتي بورسعيد محمد حمزة. اتفضل يا محمد. من بورسعيد هنشوف سؤال بكم نقطة. خمستاشر نقطة. سؤال بخمستاشر نقطة لبورسعيد. جاهزين؟ أدب. والسؤال هو من هو مؤلف كتاب جنة الحيوان؟ مين اللي ألف كتاب جنة الحيوان؟ فاضل 5 ثواني. شيماء داست لأيمن على البازر. هو داس. هو اللي داس؟ طب إجابتك يا أيمن؟ الجاحظ. الجاحظ ب15 نقطة. بني سويف عندكم إجابة؟ بص الثقة الناحية التانية عندهم إجابة. شايف؟ ابتهال جاهزة. حاجة لكم. أيمن إجابة خاطئة. ابتهال مين؟ طاحسي. هو الحيوان بس للجاهز مش جنة الحيوان. بالظبط صح كده. شايف الثقة؟ ما انا عارف السلطة. و15 نقطة عن استحقاق. إجابة صحيحة. 80 بني سويف، 110 بورسعيد. دلوقتي السؤال الثالث لشيماء عنتر. اتفضلي. لو جبتي 30 نقطة وتجاوبوا اتعادلتوا. تخيلوا هي دي صعوبة عجلة الحظ. يلا يا شيماء. ثلاثين نقطة والمباراة لسه في الملعب. شد حيلكوا. شيماء عملت اللي عليها. شكرا يا شيماء. بالظبط كده. هنخلط الورق ونشوف سؤال بتلاتين نقطة، يا إما هتتعادلوا يا إما بورسعيد هتخلص الماتش. معلومات عامة. والسؤال هو ما هي ثاني أكبر الدول من حيث التعداد السكاني حتى عام 2017؟ كاونتر نزل محدش يتكلم. تاني أكبر الدول من حيث التعداد السكاني. 3 ثواني. سالم إجابتك. الهند. الهند. الهند على 30 نقطة. أيمن. صح. صح؟ قال 1,200,000,000 تقريبا. هتقول له إيه؟ إجابة صحيحة. لا. دول 30 نقطة بتعادل. إجابة صحيحة. برافو يا سالم. الهند هي الإجابة الصحيحة. وكده النتيجة تعادل 110-110.
مباراة ماراثونية صعبة جدا جدا جدا. مين اللي هيلف عجلة الحظ؟ تفضلي إيمان نصير، تفضلي. حتى لو خمس نقط هتحسب المباراة، مش هتفرق. هنشوف. كمان 30 نقطة. يا 30 نقطة هنا، يا 30 نقطة هنا. لو ما جاوبتش أنا هلف عجلة الحظ وهسأل السؤال الأخير. شفت محمد الموجي بيقول إيه؟ اهدوا هدوا اللعب. نركز ونهدي اللعب. بني سويف ما عندكوش اختيار، لازم تستنوا بورسعيد هتقول ايه. تمام؟ هنخلط الورق والسؤال الاخير اللي هيحدد مين اللي هيكمل مشوار البطوله. جاهزين؟ بإذن الله. فنون، والسؤال هو من لعب دور الوزير في فيلم القاهرة 30؟ كاونتر نزل. سبع ثواني. أيمن إجابتك. إجابتك أيمن. أي حاجة. قول قول إجابتك. عادل أدهم. عادل أدهم إجابة خاطئة. ابتهال. رشدي أباظة. رشدي أباظة إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة أحمد مظهر. شفتوا بقى؟ فكت على الفيلم والله. طيب دلوقتي هيبقى عندنا آخر سؤال في عجلة الحظ وأنا اللي هلف عجلة الحظ. دلوقتي هنشوف عجلة الحظ السؤال بكام نقطة. سؤال بعشرين نقطة. سؤال بعشرين نقطة وهيعتمد على السرعة. سؤال سرعة وهنشوف مين اللي هيوصل لدور الستاشر. محتاجين تركيز. السؤال الأخير وبالتوفيق للجامعتين. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية. 9 + 9 + 9 + 9 في 9 يساوي كام؟ سبع ثواني. أيمن إجابتك. 324. إجابة خاطئة. أحمد إجابتك. 243. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 108. السؤال الأخير في المباراة، سؤال بعشرين نقطة. جاهزين؟ تاريخ، والسؤال هو من هو القائد الذي استدار خلف جبل أحد وهزم المسلمين عام 3 هجريا؟ محمد الموجي إجابتك. خالد بن الوليد. إجابة صحيحة، خالد بن الوليد. ألف مبروك بورسعيد، تأهلتوا لدور ال 16. هزم بني سويف. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 240 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 480 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 5,770,000 ألف جنيه من البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. ألف مبروك بورسعيد، تأهلتوا لدور ال 16. هزلك بني سويف، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع العباقرة. هو
هم اجتهدوا وعملوا اللي عليهم، ولكن توفيق ربنا قدر الله ما شاء فعل. شباب بورسعيد بحييهم، كانوا هم اسرع مننا، خطفوا منا البزر في اكتر من سؤال. الحمد لله وفريقي يعني قوي الحمد لله، وقدر يعدي بالماتش كويس. احنا عملنا اللي علينا وزياده، احنا ذاكرنا كويس جدا، لكن بجد ما كانش فيه اي توفيق. فرحانه جدا طبعا الحمد لله، احنا بجد تعبنا عشان المسابقه دي جدا، والحمد لله ده فضل ربنا.